حاجة معناها تعنيني هي الحقيقة، أهم حاجة تعنيني. أنا بالنسبة لي وقت اللي نظلت نعتبر هذاك القناع، وعمري ما طلبت مكافأة هذاك لا قبل ولا تو، لكن بالنسبة لي معناها كشفان الحقيقة أهم ياسر باش ما نرجعوش للي كنا فيه. وأهم حاجة نحب المسؤول اليوم هي الناس اللي هي. وأنا وقت اللي جيت لنا علاش جيت كان تو؟ على خاطر الحقيقة معناها رغم اليوم عن 5 سنين بعد الثورة، أنا ما نعتبرش إني توفرت فرصة ملائمة باش واحد يودع ملف وعارف معناها أن المكان بتاعه مش يكون في الاتجاه الصحيح، نظرا للصراعات والتجاربات والضغوطات وميزان القوى الموجودة. أنا كما تعرفوا أنا المرة الأولى نتائج الانتخابات علاش كانت بما فيها مترشح كونتراتش بعد التأسيسي، لا نقول لا انغراتيتيب لحد شيء خاطر هذاك الواقع، فهمتوا باش كيما يقولوا ناس اخرين، هذاك الواقع نحن السياسيين لازم نعرفوا الاسباب بتاعنا ونعرف علاش وصلنا للحاجة هذيك باش نجم معناها يكون عندنا مصير آخر خير من هذاك. وبعد تالي جات الحكومة هذيك وجات الوزارة تاع حقوق الإنسان بعد الانتقالية، والحقيقة ما لاحظتش إنه فما حتى أدنى اهتمام معناها بين الناس اللي ناضوا بصفة حقيقية وبصفة فعالية وضحات. لاحظت إنه فما برشا جوانب سلبية، منها العقلية تاع الغنيمة ومن الحياز الحزبي الحاجات هذيك اللي جرات. وكنت ديما نستنى ان تكون الظروف اسمح وخير. بعد تالي جرات الانتخابات اللي بعدها طلعت في المجلس، يعني كانت النتيجه خير. جيت المره الاولى وهذه جيت المره الثانيه باش نعبر على انه لازم نتعاون مع بعضنا ونشدوا بالصحيح باش نكشف الحقيقه والحقيقه كامله باش نجنب بلادنا اللي عاشت فيها.